السياحة الأسبق. شكرا جزيلا لك. طيب عبد الله ممكن كده تقول ألو؟ ألو، تمام، ألو، 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 ده؟ أيوه يا فندم، ازيك يا بابا؟ أهلا 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 أستاذ منورنا عبد الله. ومشرفنا في مداخلة برنامج مكمل بعض القامة الكبيرة الأستاذ نبيل خطاب، كبير المرشدين السياحيين وأقدم مرشد سياحي في مصر. شكرا شكرا جزيلا يا أستاذ محمد ربنا على يخليك. المقدمة الجميلة دي، وربنا يبارك فيكو، وفعلا البرنامج بتاعك اسم على مسمى. ربنا يخليك. نكمل بعض. ربنا يخليك. أستاذ نبيل، حابب أقول لك إن أنا يعني قد إيه سعيد وأنا بجمع من خلال مداخلة حضرتك بين عملاقين في مجال الإرشاد السياحي، حضرتك وأستاذ عبد الله منورنا النهارده في الاستوديو. وخليني أقول مفيش شك إن عبد الله أكيد كان محظوظ إن ابن مرشد كبير زي حضرتك، وخصوصًا إنه بيعمل في نفس المجال، وأكيد استفاد بخبرة السنين من والده في هذا المجال. خليني أنتهز وجود حضرتك معايا النهارده في البرنامج، ولو حضرتك حابب توجه نصيحة تدعم فيها باقي الشباب اللي بتعمل في مجال الارشاد السياحي، تحب تنصحهم بايه؟ انا عاوز اقول للشباب المصريين، مهم جدا اننا تملي نكمل بعض، ايد وحدها ما تسقفش، دي حاجه. حاجه تانيه، نحن نعيش عصر نهضه عظيمه. نعم. وما شاء الله قائد الدوله القائم على امور الدوله السيد الفتاح السيسي ما بيأخرش حاجة عن السياحة، وراجل بيبذل كل الجهد، لازم كلنا نقف جنبه، لازم نكون خلفه، ونتملي يبقى عندنا حاجة اسمها مصر للأمام وليست للخلف. والمرشد السياحي لازم يكون مثقف، لازم أكيد طبعا، أكيد طبعا. عندنا ما شاء الله عمالقة، على سبيل المثال كان في واحد لسه بيتكلم مع حضرتك دلوقتي، الأستاذ وليد البطوطي. نعم. ده من الناس اللي هم العمالقة في السياحة. ده راجل ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، يعني معروف مش في مصر، لا ده في كل الدول اللي بتتحدث الانجليزيه، وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه. نعم. فانا اقول للمرشدين البقاء للاصلح. اكيد طبعا. البقاء للاصلح، البقاء للاصلح. نعم. لازم كل واحد يذاكر، لازم يطلع، لازم يسال، لان سبب المعرفه السؤال. نعم. بدون سؤال يبقى انا مش هعرف اي حاجه. نعم. لازم اسال عشان اعرف، لازم اطلع عشان اعرف، لازم أن اشوف نفسي انا ايه، ما عندي معلومه كويسه ما بخدش على زميلي بيها، لازم اديها لزمايلي كلهم. اكيد طبعا. يبقى عشان نكمل بعض. بالظبط. وده اسم البرنامج بتاع حضرتك. اكيد طبعا. الكبير كبير المرشدين السياحيين الاستاذ نبيل خطاب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. كنا بنتكلم عن يا راجل المفاجأة. جميل جميل. كنا بنتكلم من شوية عن التجربة.